معايا عبر زوم دلوقتي واحد من الأسماء الكبيرة اللي مرت على كرة القدم الأفريقية، واحد من أكبر الأسماء في كرة القدم الأفريقية، هو الهداف التاريخي للمنتخب الكيني، احترف في عدد كبير من الأندية الفرنسية، احترف في نادي أهل دبي، احترف في جورماهيا الكيني، اسم كبير والهداف التاريخي للمنتخب الكيني دينيس أوليتش، هداف المنتخب الكيني الأسبق. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. شكرا، يشرفني ان اكون هنا معكم. احنا سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري، وبدايه كده لازم اسالك عن ذكرياتك او ابرز ذكرياتك مع كره القدم الافريقيه، ابرز ذكرياتك مع المنتخب الكيني. الذكرى الأولى كانت حين تأهلنا إلى كأس الأمم الأفريقية، كان هذا في عام 2004، وكانت هناك مباراة وأحرزت الهدف النهائي فيها وحصلنا على كأس الأمم الأفريقية، وكانت هذه أفضل ذكرى لي. لازم أسألك على ذكرى مع منتخب مصر أو ذكرى مع الأندية المصرية. لقد لعبت مع مصر مرة واحدة حين كان عمري 19 عاما، كان مباراة بين مصر وكينيا ولعبنا في القاهرة. تتذكر ميدو؟ هل تعرف ميدو من مصر؟ طبعا of course. هذه هي آخر ذكرى لي في مصر، وللأسف لم ألعب مع الفريق المصري مرات عديدة، لعبت مرة واحدة حين كان عمري 19 عاما، ولكني سافرت إلى مصر ولعبت في المباريات المؤهلة. لم ألعب كثيرا في مواجهة الفريق المصري، ولكني أعشق الفرق المصرية على المستوى المحلي.